كاملين معكم مشاهدينا لنسمع قصص وأخبار ومشاهدات مراسلينا. منختم مع نجود يوسف من دمشق. نجود مساء الخير. مساء النور رابعة، تحية لك ولمشاهدي ال تي في. نجود الحمد لله على سلامتك، ألف رحمة على أرواح الضحايا، وطبعا نتمنى الشفاء لجميع المصابين والجرحى. نجود، دورك من أول لحظة صار فيها الزلزال كانت التغطية الرسمية، غطيتي مؤتمرات، جلسات طارئة، قديه حجم المساعدات لليوم اللي وصلت إلى سوريا؟ نعم رابعة، بالتأكيد من أول يوم صار الزلزال في بسوريا كان هناك يعني أعمال كثيرة للحكومة. اجتمع السيد الرئيس بمجلس الوزراء وأعلن الخطة الطارئة للتعامل مع الزلزال. حتى اليوم بلغ عدد الضحايا، يعني الحصيلة النهائية للضحايا كان 1414 وفاة، 2357 إصابة بعد 10 أيام من الزلزال. يعني خلال هذه ال10 أيام توافد العديد من الطائرات المساعدات إلى سوريا، وصل حتى تاريخ اليوم، حتى الساعة 9 صباحا من تاريخ اليوم 16 شباط، كان عدد الرحلات الواصلة إلى مطارات سوريا المدنية هو 127 رحلة، 52 رحلة إلى دمشق، و44 رحلة وصلت إلى حلب، 31 رحلة وصلت إلى اللاذقية، وما زالت الطائرات مستمرة، طائرات المساعدة. يعني كان حجم المساعدات الواصل من الإمارات يعني 42 طائرة وصلت إلى الإمارات حتى الساعة 9 صباحا من هذا اليوم. وكان خلال اليوم هناك 4 طائرات وصلت إضافة حتى الآن واصلة إلى مطار دمشق وحلب واللاذقية أيضا لإيصال المساعدات إلى المتضررين. العراق أرسل 11 طائرة من المساعدات، جميع هذه الطائرات يعني محملة بعشرات الأطنان من المساعدات المختلفة. إيران أرسلت 8 طائرات، بيلاروسيا 5 طائرات، ليبيا 10 طائرات من بني غازي، الهند أرسلت طائرتان، كازاخستان 4 طائرات، السعودية طائرتين. وطبعا بالتأكيد نتحدث عن استمرار حتى الآن بوصول الطائرات، لا يوجد حتى الآن يعني حصيلة نهائية. الجزائر 7 طائرات، تونس 4 طائرات، أرمينيا 3 طائرات، البارحة وصلت طائرة من اليابان، عمان 5 طائرات، الأردن 3 طائرات. يعني نتحدث عن الدول الكثيرة قدمت طائرات، مصر 3 طائرات، حتى المنظمات كالصحة العالمية أرسلت طائرتين، اليونيسف أرسلت طائرتين أيضا. يعني ما زلنا نسمع حتى الآن بقدوم مساعدات إلى سوريا من دول مختلفة. كان هناك يعني وفود كثيرة أيضا بالإضافة إلى الطائرات زارت سوريا، كان هناك اليوم كان هناك وفد ماليزي، كان هناك البارحة زيارة من وزير الخارجية الأردني إلى سوريا، أيضا كان هناك لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة. يعني بموضوع الطائرات وحدها، يعني يوميا نشهد عشرات الطائرات تتوافد إلى مطارات سوريا المدنية. بالتأكيد يعني نستطيع أن نذكر أيضا الدول التي تضامنت مع سوريا، من يعني حتى على مستوى إرسال البرقيات وإرسال يعني الاتصالات الهاتفية التي تلقاها السيد الرئيس بشار الأسد، أو حتى السيد رئيس الحكومة، أو حتى يعني البرقيات التي وصلت إلى وزير الخارجية. كان هناك يعني تضامن عربي كبير جدا، يعني يشهد بهذا التضامن. واليوم لا نتحدث عن يعني عن دولة أو دولتين أو 3 أو حتى 10 أو عشرات الدول العربية والدول الأجنبية، أيضا كان هناك تضامن كبير من جميع الدول، دول كانت منقطعة بشكل معين من التواصل مع سوريا بسبب العقوبات على سوريا. لكن اليوم نشهد
اتصالات وبرقيات من جميع نعم الدول، بالإضافة إلى المساعدات. كان هناك فرق إنقاذ وصلت إلى سوريا من جميع الدول أيضا، يعني حاولت إرسال فرق إنقاذ، لكن يعني نتحدث عن الجزائر الذي أرسل فريق نعم إنقاذ، نتحدث عن الإمارات أيضا أرسل فريق إنقاذ، لبنان يعني نستطيع أن نقول أن لبنان خارج تقييم، لأن لبنان دائما هو الخاصرة القوية لسوريا، نعم ودائما الشعب اللبناني والشعب السوري هم شعب واحد. بالتأكيد الشعب السوري والشعوب العربية جميعها نحن شعوب واحدة، نعم دائما وجود، مع بس بعضنا في اسمحي لي. جميع نعم المشاكل. شكرا للصورة هيك نعم يعني حطيتينا بصورة واضحة، ولكن نوعية المساعدات نجود اللي وصلت، يعني نحن بنعرف انه كان في نقص بالآلات بالرافعات، ل يعني هل غطت كل الحاجات ل يعني لتف مش يعني للتعاطي مع هذه الكارثة؟ نعم رابعة، أكيد يعني سوريا بلد يعاني 12 عام من الحرب نعم والعقوبات على سوريا، لا يوجد في سوريا تقنيات كانت مساعدة للتعامل مع هكذا كارثة، هكذا فاجعة طبيعية، لكن يعني بدأنا بالمعدات الموجودة، بمعدات بدائية نستطيع أن نسميها بدائية، لكن سارعت الدول العربية مجاورة فيما نقول أكثر نعم لإرسال المعدات. وصلت من لبنان فرق إنقاذ يعني متدربين لديهم القدرة والخبرة على التعامل مع هكذا كوارث، وصل من العراق قوافل، نتحدث اليوم عن قوافل يومية، جسر بري حقيقي من العراق إلى سوريا يضم المعدات اللازمة لرفع الإنقاذ ومعدات أخرى. طبعا الجسر العراقي لم يكن يحمل فقط معدات لإزالة الأنقاض، أيضا كان هناك مساعدات إنسانية ومساعدات طبية وأيضا نفط نعم ويعني مازوت وبنزين وكل المستلزمات التي كانت تحتاجها نعم سوريا. وصلت فرق أنقاذ من الجزائر، من روسيا، من تونس، من الإمارات، من باكستان، كازاخستان، بيلاروسيا، لبنان، وحتى من إيطاليا. نعم لكن نجود كمعدات اليوم، بس اسمحي لي نعم اسالك اليوم، يعني دائما احنا بنقول او اللي عم نشاهده انه تم رفع يعني تم انتشال الضحايا، سكت الانين، يعني اليوم سوريا مفتوحه على وجع كتير كبير، على حالات نعم تشرد، على ناس بحاجه لدعم مادي، لبيوت، لسكن، لحياه، هن على قيد الحياه ولكن عايشين من قلة الموت. شو الخطة اليوم اللي الموضوعة، هل في تصور ما حتى يعني لإيواء هؤلاء الناس؟ نعم نعم اليوم يعني كان هناك إعلان من رئاسة مجلس الوزراء الانتقال من خطة التحرك الإسعاف الطارئة إلى خطة منظمة للعمل على الإغاثة، للعمل على تأمين السكن البديل، مراكز سكن مستقرة وليست مراكز إيواء. نعم لكن منذ اللحظة الأولى تم فتح 180 مركز إيواء للمتضررين. كان هناك يعني عدا عن مراكز الإيواء السوريين فتحوا منازلهم لأقاربهم لإخوتهم السوريين. نعم اليوم أيضا تم الإعلان عن طلب من المؤسسات الإنشائية والمؤسسات التابعة لوزارة الإسكان لتأمين 300 مسكن مسبق الصنع لتوزيعها على المحافظات المتضررة. يفترض المدة الزمنية أن تكون من تاريخ اليوم حتى شهر، ستكون هناك 300 وحدة مسبقة الصنع منتشرة في عموم المحافظات التي تعرضت للزلزال. كان هناك أيضا حديث عن مساعدات يعني من الدول التي زارت سوريا وشاهدت الواقع على الأرض لدعم مالي لسوريا لإعادة يعني إصلاح ما تم تدميره خلال يعني الثواني أو الدقائق التي حدث فيها الزلزال. هناك
الكثير من الأبنية التي تضررت في سوريا، هناك الكثير من العوائل التي أصبحت اليوم بدون مأوى، لا نقول بدون مأوى، أن لا يوجد أي سوري اليوم في الشوارع أو في الطرقات، جميعهم موجودين في مراكز، إما في مراكز إيواء أو في منازل أقاربهم وأصدقائهم. لكن يفترض أن تبدأ الخطة المنظمة برفع جميع بقايا وتداعيات هذا الزلزال عن السوريين. نعم، شكرا لك نجود يوسف، تحية لك، ونرجع نقول لك كمان مرة الحمد لله على سلامتك. شكرا. شكرا.